رجعنا تاني ومع الورد اللي فتح في جناح مصر ابطال افريقيا للشباب لكره السله، ابطالنا اللي شرفونا ابطال القاره الافريقيه كريم حاتم ويوسف حامد. ازيك كريم؟ الحمد لله. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. ايه الاخبار؟ كله بخير الحمد لله. نورتونا وشرفتونا في بطوله افريقيا والله. ربنا يخليك. طيب وبطلنا بقى يوسف حامد. ازيك يا جو؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. عملتوا شغل جامد بصراحه. الحمد لله ربنا كرمنا. كان ماتشات تقيله. كانت صعبه بصراحه. وانتوا كنتوا اتقل من الماتشات دي. الحمد لله. طيب هنكمل كلامنا كده بس بعد تقرير بسيط عن ابطالنا ابطال افريقيا تحت 18 سنه. ده مقر ملوك افريقيا تحت 18 سنه ابطالنا ابطال مصر وابطال افريقيا. كريم حاتم. ازيك كريم؟ الحمد لله. رحب بيك مره ثانيه. ربنا يخليك يا كابتن. واول ماتش كده مع انجولا. انجولا اسم كبير ولكن من الواضح احنا ما لناش دعوه بالاسامي. والله احنا كنا يعني كان هدفنا ان احنا طبعا يعني قدامنا تو ستابس لازم هناخدهم. اول ستاب ان احنا طبعا نخش كاس عالم يعني ننافس على اول تاني. تمام. وده كان اول طبعا تارجت لينا. تاني تارجت طبعا ان احنا ناخد البطوله. ما كانش طبعا فارق لنا اي اسم يعني سواء مين الفرق اللي كنا بنلعبها جايين للتارجتين دول. بس يعني انت عندك خبره كبيره لانك انت لعبت كاس عالم تحت 17 سنه. لعبنا كاس عالم تحت 17. كنت كابتن الفريق في الوقت ده ومصر حصلت على المركز العاشر في الوقت ده. العاشر لاول مره في تاريخ مصر الحمد لله. طيب ان شاء الله ناويين حاجه في ال 18 بقى. والله ان شاء الله برضو نعمل رقم قياسي ما حصلش. عندك خبره حلوه ما شاء الله في بطولات العالم. وطيب ماتش انجولا ماتش احنا كسبنا تقريبا فارق 26 بونت تقريبا. تقريبا حاجه كده. شايفين انجولا ازاي والاطوال والخبره برضه؟ احنا يعني كنا دايما متوقعين عارفين دايما دول افريقيا كلها بيبقوا دايما اقوى طبعا في القوه الجسمانيه لكن احنا طبعا بنتغلب عليهم في القوه العقلانيه. وده يعني الحته الوحيده اللي احنا لعبنا عليهم ان هم فعلا اطوال ما بيفكروش دايما يعني طبعا مش نفس الذكاء بتاع اللعيبه المصريه. فكنا لعبنا على الحته دي يعني ان احنا دايما نمشي في سيستم وازاي مثلا نخلي لعيب صغير مع لعيب طويل والعكس نخلي لعيب طويل بتاعنا مثلا ماسك واحد وصاير تحت الحلقه. فكنا بنعرف نلعب على الحته دي. بس حلو في شغل عالي اتعمل قوي. كابتن عمرو ابو خير طبعا عمل انجاز كبير معاكم. طبعا كابتن عمرو ابو خير اسطوره من اساطير كره السله طبعا. اكيد اكيد. ومش اول مره طبعا يعني يخش يعني بطوله افريقيه. لا كابتن عمرو السي في بتاعه يعني مش محتاج حد يتكلم عليه خالص. لا طبعا كابتن عمرو ده حبيبنا كلنا يعني. جو ايه الاخبار؟ الحمد لله. طولك كام يا جو؟ تقريبا مترين. مترين ان شاء الله. لسه طبعا مرحله نمو لسه. لا لسه ان شاء الله. ان شاء الله هنقفل مترين 10 كده. مترين ماشي يعني هنحاول. ماتشات كنت شايفها ازاي كده بعد انجولا غينيا وبعدها طبعا كان في خساره من مالي وبعد كده رواندا واحنا كنا تاني المجموعه بالتساوي مع مالي بس فرق البوينت يعني صح؟ ايوه. هي احنا بعد ما خسرنا ماتش مالي ده احنا قلنا ان كان يوم مش موفقين فيه وننسى خلاص اللي حصل امبارح ونركز في الماتش اللي كان بعديه عشان كان لسه فاضل لنا ماتشين تقريبا لازم نكسبهم برضه. تمام. ولما كسبنا وكسبنا السيمي فاينل احنا قلنا ان تمام. كريم ما جاتلكش منحه دراسيه؟ والله ما قدمتش؟ لا لسه. لسه منتظرينها يعني ان شاء الله. طيب انا عايز اخد وجهه نظرك كده في كلام يوسف بالتحديد الكلام اللي انا اتكلمت فيه في الانترو يعني. اللعيبه بيجي لها منحه دراسيه وبتشتغل وبتعمل نتائج حلوه مع الجامعات بتاعتها وفي الاخر يقول لك انا هرجع مصر بقى اقعد في مصر بقى كده واخد مرتب كويس من النادي وبتاع ومش هكمل احتراف. والله انا ككريم يعني بشوف الموضوع ده مش صح وبشوف ان يعني اللي هو انت خليكم تضربوا بعض. اختلفتوا مع بعض من البدايه. لا ان هو فعلا يعني ان هي فرصه طبعا خرافيه فلازم لو جات لك تستغلها صح جدا وان انت ما ينفيش خالص تضييع وقت ولازم فعلا تدوس على نفسك ودايما تبقى عايز الاحسن. فانت لازم فعلا تدوس على نفسك خالص لحد ما تجيب اخرك وان شاء الله تخش جامعه كويسه في دي 1 في امريكا وبعد ما اخلص الجامعه بقى تشوف في دوريات كتير جدا طبعا بره وطبعا دوري الـ NBA الامريكي طبعا حلم لاي لاعب باسكت ان هو يخشه. وطبعا لو ما وفقش بيبتدي بقى ينزل بقى بطموحه لحد اخر حاجه. بس طبعا النادي الاهلي يعني حلم اي حد ان هو يلعب فيه اكيد. ولكن احنا بنتكلم على يعني
الطموح الاعلى والاكبر في اكبر دوري في العالم يعني. نتكلم على الام بي اي حتى الجي ليج في الام بي اي يعني الموضوع بيفرق كتير مع اي حد يلعب في الدوريات دي. صح طبعا. هو موضوع السفر ده بيختلف من واحد لواحد على حسب تفكيره. تمام. يمكن في ناس عايزه تسافر عشان هو يعني فرصه جات لي واديني راح اتفسح وكده، بس في ناس تفكر فيها ان هو ايه، انا جات لي فرصه لازم امسكها باسناني بصراحه، ان هي ان مش اي حد بيجي له الفرصه دي، ان انا لو ربنا كرمني هناك ممكن ان انا اكمل وابقى اعمل حاجه حد ما عملهاش قبل كده، ان انا اخش مثلا دوري ام بي اي احترف بره في اوروبا. هو دي طموح اي حد لو سافر بره. والله بص، هو دايما بقول ما تحطش سقف للطموح يعني. مظبوط. يعني خصوصا في الرياضه اللي بحط سقف للطموح ما بيعملوش. السقف يكون مفتوح كده عشان نشوف منتخب مصر كده في 3-4 في الام بي اي. الامل فيكو لان انتوا طبعا القاعده القويه دلوقتي لمصر في كره السله. صح؟ انت مكسوف ليه؟ مش مكسوف والله. بس لا خالص. مكسوف ليه؟ طيب ماتش الجزائر، دايما ماتشات الجزائر بيكون فيها شويه صعوبه حتى في البطوله العربيه اللي كانت هنا. دي حقيقه. صح؟ حتى احنا فزنا بفرق سكور صغير. احنا لعبنا الجزائر 3 مرات، مرتين في بطوله عربيه ومره في بطوله افريقيه، فاحنا يعتبر كنا حافظين اوراق بعض يعني. المدربين حتى كان يعني لو احنا قلنا كل حاجه فايه، كان هو ماتش فعلا رجوله، ويعني انت عارف كل حاجه عن الفرقه اللي قدامك، نايس بس ان انت تسترجل وتجيب الماتش. وده اللي برده كابتن عمرو ابو خير قاله لنا، وده اللي نزلنا عملناه في الملعب يعني. وانتوا بصراحه في بطوله عربيه كنتوا رجاله يعني. خسرنا ماتش الجزائر، احنا خسرنا من الجزائر الماتش، خسرنا منهم ماتش اول ماتش. صح. وكانت الموضوع بقى صعب جدا ان احنا ناخد البطوله. ايوه مظبوط. ايوه. الرجوع كان ازاي بقى؟ نتكلم بطوله عربيه عشان نتكلم على ماتش بطوله افريقيا. هي بطوله عربيه دي كانت اول تجربه لينا مع بعض يعني. حلو. احنا كنا لعبنا ماتشات وديه، بس دي كانت اول اجواء بطوله لينا. تمام. ودي اللي خلتنا جاهزين ان احنا نلعب بطوله افريقيه. حلو. احنا بعد ما خسرنا اول ماتش بتاع الجزائر، احنا قلنا ان احنا ده كان ماتش في مجموعات يعني، وعدى خلاص. كان احنا قلنا بقى ان احنا كده كده هنقابلهم في الفاينل ان شاء الله، والصاله كانت مليانه ومصر كلها جايه تشجعنا. احنا قلنا لازم نثبت لنفسنا ونثبت للناس اللي بره دي ان احنا احسن فرقه في البطوله دي، وان احنا نخلي بالنا من بعض، وان احنا نشجع بعض دايما، وان احنا ال 12 مع بعض نصفي النفوس. حلو. حتى دي حاجه كابتن عمرو كان على طول كل 5 دقايق بيقولها لنا. صفي النفوس مع بعض. صفي النفوس، صفي النفوس. تمام. فاحنا دي اللي خلتنا نكسب بطوله ونكسبهم تاني ماتش ونكسبهم واحنا شكلنا كويس. تمام. بمناسبه بقى الباسكت بالتحديد، فهي لعبه جماعيه، لازم العمليه تكون تيم ورك شويه في الباسكت. شويه بشوف ان في الاندفيدوال او المهارات الفرديه بتغلب شويه لعيبه الباسكت يعني. ممكن الدنيا واقفه في حد بيدخل يخلص او عند الحلول. صح؟ اه مظبوط. مين اللي عنده الحلول في التيم في المنتخب؟ والله احنا كانت يعني مش يعني ما هي مش مشكله، هي بالعكس هي انا بعتبرها ميزه في فرقتنا، ان احنا ما كانش عندنا تقدر تقول عليه ستار اوف ذا تيم اللي هو نجم الفرقه. تمام. ما كانش عندنا خالص الحته دي، ويمكن دي يعني ما بتحصلش كتير يعني. احنا منتخبنا كان على الاقل في 2-3، والاثنين ثلاثه دول بيبقوا شايلين فعلا فرقه في نواديهم. فبالتالي اما بنتجمع على بعض كلنا في منتخب مصر بنبقى كلنا نجوم يعني. ما تقدرش تقول كان في واحد هو لما الدنيا بتقفل بنروح له. حلو. ده اللي انا عايز اسمعه، حته ان مفيش نجم في الفريق. النجم الوحيد في الفريق هو مصر. صح بالظبط كده. احنا كلنا نجوم في بعض كلنا يعني. اي حاجه بتأزم اي حد فينا ممكن يتصرف، وكلنا يعني بنحاول نساعد بعض على قد ما نقدر ونغطي على بعض. ما بندورش على حد ان هو يجيب الباسكت او يعني، ما بتفرقش معانا قوي. المهم ان احنا نكسب، اهم حاجه ان المكسب وخلاص. تمام. كريم، مين مسك الاله في كره السله عالميا ومحليا؟ عالميا ماجيك جونسون يعني. هو كان طبعا لعيب في ليكرز قديم. طبعا. ومحليا ممكن نقول بحب كابتن مودي الجارحي جدا. تمام. كابتن وائل بدر. حلو. تمام. نفس السؤال جو. عالميا بحب تيم دانكن بصراحه. حلو. ما توقعت اقول ليبرون جيمس بصراحه. تيم دانكن. ومحليا كان طارق غنام بصراحه. طبعا اسطوره. طبعا اسطوره. طيب طموحك في الفتره الجايه في كاس العالم، طموحنا ايه في كاس العالم كريم، عن نفسك وعن الفريق؟ والله ان احنا طبعا نحقق مركز ما حصلش بالنسبه للفريق، ولنفسي ان ادي ان شاء الله بطوله كويسه. بعيد بقى عن المنتخب، ان شاء الله نلعب في الاهلي درجه اولى، ودي طبعا يعني للناشئ ده حلم كبير طبعا، نلعب في النادي الاهلي درجه اولى. ولسه
17 18 سنه يعني ما بتحصلش كتير. وان شاء الله بقى ناخد منحه بره في امريكا ان شاء الله. ان شاء الله. يوسف حلمي ان احنا ان شاء الله نطلع كاس عالم، يعني مش هقول ان احنا عايزين نحقق مركز، بس عايزين يعني نبقى احسن فرقه في البطوله ان شاء الله لو ممكن. وكان طموحي انا ان انا ان شاء الله الفتره اسافر فيها اقدر ارجع افيد المنتخب على قد ما اقدر، ونبقى شكلنا احسن ما كنا في افريقيا، ونوري الناس ان احنا فعلا مش فرقه تقدر تكسب بطوله افريقيا بس، ان احنا ممكن ننافس على كاس عالم كمان. حلو. انا بحب جدا يعني اللي عنده طموح واللي حاطط التارجت قدامه يعني بيمشي ستيب باي ستيب بصراحه. احنا برده معلش يا كابتن ابراهيم احنا لازم برده نطلع من فكره ان تمثيل مشرف، او ان احنا الله يبارك فيك نبقى رايحين نلعب على مثلا بيبقوا 16 فرقه نلعب على ال 15 وال 16. لا احنا لازم نلغي الفكره دي من الفكره، وان هو منتخبات وكاس عالم رهبه ومنتخبات بره ولا لا الكلام ده مش موجود خالص. هو فرق عقليات بس بينك وبينه، ما عندوش اي حاجه تانية زياده عنك، فرق عقليه بس. والله انا اتمنى ان كل لعيبه مصر في كل الالعاب يفكروا بنفس الطريقه، حته ان احنا تمثيل مشرف خلاص احنا ما فيش الكلام ده. ما شاء الله حتى في كل الالعاب دلوقتي احنا ابطالنا سواء شباب او كبار في العاب كتير، يعني زي ما بقول كسروا الواقع خلاص. الهاندبول اكبر مثال، وهاندبول وسكواش وتنس، لا عندنا في بطلات وابطال كتير قوي مصريين يعني. لان الناس دي صدقت يا يوسف ان هم يقدروا يوصلوا. صح، اي حد ممكن يوصل على حسب انت بتفكر ازاي. اي حد ممكن يوصل باقل امكانيات، واقل امكانيات ممكن اي حد يوصل لاي حاجه هو عايزها. ده كلام جميل، وده اللي انا عايز اسمعه منكم بصراحه. انا لما بكون عندي انترفيو مع اي حد في سن الشباب انا ببقى عايز اسمع الكلام ده، لان دي اللي بنتكلم فيه العقليه اللي بعد كده هتكون هي العقليه الاحترافيه اللي هتشيل منتخب مصر وهترفع علم مصر ان شاء الله. انا بشكركم جدا على اللقاء الجميل ده. شكرا. ما خدناش وقت كتير. شكرا. لكن كان لازم نعرف الناس بيكم. دول طبعا ابطال مصر، ابطال افريقيا، ملوك افريقيا دلوقتي في كره السله. وللمعلومه بس الصغيره ان الشباب دول هم اللي حطوا مصر دلوقتي في الترتيب العام الاول في عدد تحقيق بطولات افريقيا تحت 18 سنه. دلوقتي عارفين احنا كام لقب دلوقتي؟ 5 6؟ لا 6. احنا كنا 5، كانت نيجيريا متفوقه علينا كانوا 6 القاب، ودلوقتي احنا 6 مع نيجيريا بس. احنا بنفرق بمركزين تاني. الحمد لله. بشكرك كريم حاتم. الحمد لله. بشكرك يوسف حامد. شكرا كابتن ابراهيم، شرفتونا ونورتونا، وان شاء الله من انجاز لانجاز ان شاء الله. هنروح اعزائي المشاهدين لفاصل قصير ونرجع نستقبل بقى ابطالنا، 2 كمان من ابطال منتخب مصر تحت 18 سنه لكره السله، زياد ايمن وعلي وحيد، بعد فاصل قصير استنونا. رجعنا تاني مع ابطال منتخب مصر لكره السله تحت 18 سنه، والمره دي مع زياد ايمن. ازيك زياد؟ الحمد لله زي حضرتك. مبروك على بطوله افريقيا. وعلي وحيد. ازيك يا كوتش؟ مبروك علوة. الله يبارك فيك. عملنا شغل حلو، وكنا بنتكلم كده مع الشباب مع كريم ويوسف وحكوا لنا بعض الكواليس. تمام. كنا وقفنا معاهم لحد ماتش الجزائر. طيب ماتش الجزائر نتيجه كانت قريبه، بعديه كان ماتش انجولا للمره الثانيه. احنا قابلنا انجولا في المجموعات كسبناها. اه في المجموعات كسبنا 26، وبعد كده قابلناهم في السيمي فاينل. في السيمي فاينل الموضوع اختلف بقى شويه. صح؟ هم كانوا في اول البطوله كان كل الفرق لسه مخضوضه من البطوله وخايفه من البطوله. تمام. بس هم مع البطوله اتحسنوا، وحتى بدليل ان هم كسبوا السنغال. احنا كنا متوقعين ان احنا هنقابل السنغال. وده ماتش السيمي فاينل بتاعنا. ماتش جامد ما بين السنغال وانجولا. كان انجولا فرقت في الاول، وبعد كده السنغال حاولت تعوض الجيم كله بس ما عرفوش. تمام. واحنا اسمه ايه ده؟ احنا كنا عارفين من الاول ان ماتش انجولا هيبقى صعب، مش هيبقى ماتش سهل. حتى احنا كسبناهم في الاول 26، بس كنا عارفين ان هو هيبقى ماتش صعب. بس هو احنا كسبنا عشان احنا كانت روحنا احسن منهم، كنا عايزين نكسب اكتر منهم. عايزين احنا كنا هدفنا من الاول ان احنا نكسب البطوله مش نوصل كاس عالم بس. حلو. تمام. طيب زيزو ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا سمعت انت عملت قلق في مدغشقر، وكان في حاجات كده كانوا مش عايزين يرجعوك هناك من مدغشقر. نتكلم في الموضوع ده. طيب مالي كسبتنا. مدغشقر كسبت مالي فرقه تقيله قوي. واحنا كسبنا مدغشقر في النهائي. فرقه مدغشقر نفسها كانت فرقه تقيله، ولا ماتش مالي جه معاهم باي لاك؟ ما فيش باي لاك بتهيألي في البطوله دي. بس هو مدغشقر يعني هي كان الجمهور معاهم، وهي كبلد انت بتلعب بلد طبعا، بس والحكام برضو كان شويه مع ضغط الجمهور وكده الموضوع بيوتر يعني طبيعي.
بس هم بصراحه كانوا موفقين يعني، هم بيعرفوا يعوموا مع بعض، هم كفرقه فرديات كويسه تمام، بس احنا يعني كنا الحمد لله احسن منهم بكتير يعني، حتى فرق السكور بيننا وبينهم كان كبير. احنا كسبنا يعتبر يعني ماتش النهائي ده كان اكبر فرق سكور، ما حصلتش دي قبل كده، عملناه في البطوله 27 بوينت 27. اتكلمت مع كريم حاتم ويوسف، تفكيركم كويس وانتوا ما شاء الله يعني كده حاطين كلكم تارجت قدام عينيكم، عايزين تعملوا حاجه لمصر سواء في افريقيا خلاص خدناها الحمد لله، لسه بقى بطوله العالم. انت كنت تقول لي ماتش مدغشقر وكان الضغط الجماهيري وجمهور كتير، كان صعب قوي، كان 3000 شخص اكتر، صح اكتر من 3000 صح، احنا بس كنا سامعين بعض في الملعب، كنا بنشاور بس تمام. بس انا عرفت حاجه اقول يعني، في واحد في المنتخب جاله 5000 فولورز تمام في يوم واحد، يعني اكتر من الجمهور اللي جه في الملعب ده. مين بقى علي؟ قول انت علي اللي حصل. ازياء ايه اللي حصل بقى، عايزين نعرف يعني. ما مش عارفين والله، هو البنات بتحبه لو انت تحب. صحيت منهم والله لقيتهم موجودين، مش عارف انت صحيت منهم لقيت ال 5000 فولور دول، يا نهار ابيض في يوم واحد، ليله واحده كمان مش يوم، كلهم مدغشقر، كلهم مدغشقر. طب انا انت لعبت الماتش النهائي؟ مش كتير، مش مستغرب يعني. عشان كده ايه السبب؟ مش عارف اديني السر. انا متفاجئ. لا ما فيش، متفاجئ والله، والدي امز كتير قوي بيعملني يعملوا ريبلاي ريبلاي وانا الله 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 الله. ده هو لوحده في المنتخب كده؟ عشان زياد اموه ما هو لا هو زياد اموه ماشي وكل حاجه، بس 5000 مره واحده؟ اتفاجئت والله. ماشي بقى ايه، بديني شويه. حاضر بديني شويه كده. طيب في احتراف؟ في تفكير في الاحتراف؟ طبعا في تفكير، بس ما فيش حاجه جت لسه. منح دراسيه مثلا؟ مفيش حاجه. مفيش حد فيكم قدم يعني؟ انا عرفت كريم. لا انا ما قدمتش، بس مفيش حاجه جات لي يعني. بس طبعا انا نفسي اسافر يعني. حلو، مفيش اي حاجه لسه دلوقتي؟ لا تمام. طبعا ده احنا عارفين هيروح فين خلاص. زياد عرفنا خلاص هيحترف في مدغشقر صح؟ اعمل عقد احتراف. عقد احتراف والجمهور جاهز كله، الفولورز جاهزين. طيب زياد مفيش اي منحه دراسيه مثلا؟ ما حصلش نصيب. فكر. طيب مفيش حاجه جات لي لسه، مفيش حاجه. طيب انتوا في ماتش، في الماتش النهائي انتوا بتقولوا ما كنت يعني، كان احيانا مش سامعين بعض في الملعب، كنتوا بتشاوروا لبعض؟ هو كابتن عمرو كان متفق معانا على كل خطه هنشاور عليها ازاي وكل ديفنس هنشاور عليه ازاي، فاحنا كنا عارفين نتعامل مع بعض كده في الملعب. حلو قوي. زياد كنا متدربين قبلها بيوم، كنا عاملين حسابنا ان ده هيحصل يعني، كنا حرفيا احنا حتى بنشجع بره احنا مش عارفين نشجع، مش سامعيننا لعيبه زمايلكم مش سامع بعض خالص. احنا كنا متدربين على الحاجات دي كلها، بنقول الخطه مثلا بطريقه معينه، رقم مثلا او حاجه على حسب، كناش بنتكلم. حلو. اصعب المواجهات في البطوله دي ماتش مالي، ماتش مالي اللي احنا خسرنا فيه. ليه بالذات الماتش ده يعني؟ انا بتشوف احنا خسرنا من مالي زي ما قلت لك، ومدغشقر كسبت مالي، وبعدين احنا نكسب مدغشقر في النهائي، في تركاية حصلت في الماتش ده؟ احنا ما كناش موفقين. احنا الكوارتر الاول كان الجيم ماشي زي ما احنا كنا متوقعين، وهم عليوا علينا كان 20-11. تاني كوارتر احنا دافعنا كويس، هم جابوا 7 بونت، بس احنا ما جبناش ولا بونت كوارتر كله، كوارتر كامل 10 بوينتس مفيش ولا بونت. هو ده اللي فرق معانا. احنا الهاف التاني احنا جبنا 40 بونت، يعني احنا كنا مخلصين الجيم، مخلصين الهاف الاول 11 بونت لين، احنا جبنا الهاف الثاني 30 بونت تقريبا. الجيم خلص 41-45. فاحنا يعني هو كان في حاجه غريبه في، احنا ما كناش موفقين، بس وقفنا مع نفسنا في الهاف تايم وقلنا ان احنا لازم نرجع في الجيم، واللي بيحصل ده ما ينفعش، واحنا موتنا نفسنا على الجيم يعني. احنا الطريقه اللي لعبنا بيها في اول الجيم والروح اللي لعبنا بيها في اول الجيم مش زي الثاني والثالث، الثالث والرابع اصلا. تمام. طيب الماتش ده بتاع مالي ده اللي كان جالك فيه ال 5000 فولورز ولا بعده؟ لا ده قبل. قبل يعني جالك ال 5000 فولورز قبل ماتش مالي؟ بعديهم. لا بعديهم. بعد ماتش مالي. يعني مش هو السبب. مش هو السبب. عشان بس ما حدش حمله ايه، يحمله فوق طاقته بقى. تمام. زياد طموحك انت ايه شخصيا؟ انا ان شاء الله يعني حاليا بفكر اللي هو يعني احنا في كاس العالم هنعمل حاجه ان شاء الله مش متوقعه، ما حدش توقعها قبل كده، ودي هتفتح بقى مجالات لاي لعيب فينا يعني، هيبتدي الناس تبص علينا و اللي يجي له منحه كده. بس اصعب مباراه ليك كانت في البطوله؟ اصعب مباراه كانت مالي. مالي برضه ما كناش موفقين خالص، شوطنا 19 3 بوينت ما جبناش واحده. 19 19 3 بوينت زيرو، ما جبناش اي واحده. فده ان احنا مش، ما كانش يومنا، كان داي اوف كل اللعيبه هنا، وقلنا ان احنا لازم
كل ده يتغير، كل حاجه احنا غلط بنعملها لازم تتغير. حلو. هو ده اللي حصل، والديفنس بتاعنا اتحسن كتير في باقي الماتشات. بس طيب كابتن عمرو ابو الخير بيتعامل معاكم ازاي بقى؟ تعامل انا عارف ان هو اب اكتر ما هو مدرب، التعامل معاه بيبقى شويه فيه مرونه صح؟ هو لا مش زي اي مدرب بصراحه اتعاملت معاه قبل كده، يعني الموضوع سهل قوي يعني. تمام. المدرب بيبقى ليه رهبه وكده. اه لا احنا الموضوع بينا عادي يعني اخوات. اه زي الاخوات بالظبط يعني، بنهزر كده كل اللعيبه حتى مع بعض. تمام. طيب بعد ماتش مالي اتحول ولا فضل هو عمرو بالخير؟ لا فضل هو، وحتى بعد الماتش بيبقى بيضحك، وحتى لو خسرنا بيفضل يشجعنا ولا صفوا النفوس صفوا النفوس دي شهيرة. انا سمعتها كتير. اه وبصراحه دي حاجه جميله جدا. يعني احيانا كل في بقى في التيم الواحد بقى في لاعب عايز، لا انا عايز اظهر اكتر، انا عايز اكون انا صح. اه هو احنا كابتن عمرو من اول يوم بقى اجتمعنا فيه كنا لما كنا 22 لاعب لسه. اه اول كلمه قالها لنا كابتن عمرو قال لنا صفوا النفوس. حلو. ويعني قبل ما نختم كده انا عايزك طموحك علي. انا طبعا شخصي وللمنتخب. في المنتخب زي ما قلت لحضرتك ان احنا نوصل فاينل كاس عالم، وطموحي الشخصي ان انا طبعا نفسي اسافر بره، ولو ما عرفتش اكمل بره يعني ربنا ما وفقنيش ارجع النادي الاهلي واكمل حياتي في النادي الاهلي. يعني طبعا النادي الاهلي هو النادي اللي انا بدات فيه وانا صغير، والنادي اللي انا عايز اكمل فيه وانا كبير. ان شاء الله ربنا يحقق لك طموحك. انتوا ما شاء الله عليكم عندكم كده تارجت ودايما باصين قدام. ان شاء الله منتخب يعني يشرف. طموحك زياد؟ انا طموحي برضو ان انا شخص بقى. انت قلت طموحك للمنتخب وكاس العالم، عايزين طموحك الشخصي. انا نفسي كان يجي لي منحه سافر او كده، بس ما حصلش نصيب فعادي يعني. ان شاء الله في كاس العالم كده نعمل حاجه ما حدش توقعها ان شاء الله. يجي لنا كلنا منحه ان شاء الله، ولو ما سافرتش يعني نادي الزمالك. احنا عارفين الطريق، هنروح مدغشقر بقى خلاص. انا احترف في مدغشقر. ربنا يوفقكم ان شاء الله وشرفتونا، ودايما رافعين راس مصر. ويعني انا ما كنتش عايز اللقاء يخلص بصراحه. بشكر زياد ايمن، بشكر علي وحيد ابطال منتخب مصر تحت 18 سنه اللي شرفونا ملوك افريقيا لكره السله للشباب. وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.